two checking as the colour spine. Set, fling it on the decks, number one. I'm trying to keep all the respect for my number cons, but never coming for your neck if I'm on the farm. Cause I can run away when it's all finished. Diminished, just finished, reportable. Plus, I got nothing if it's all in this. But if I keep all the trouble that I brought with this, it's finished, yeah. This is how the game goes. Dodging plain clothes, villains chasing rainbows. Suppose if it was anything but main roles, talking 10 toes, another case closed. I'm sure. So this and this is where you'll find me. Sipping on a chai tea, talking all politely. And rightly so, they're telling me they might be looking for the trouble. Nah, I never leave your mind, G. I keep it low key like a baritone. Just far from sopranos who haven't grown. Cause everybody talks tough in about the zone. 3 years, I get trained with a. So if I stand alone, reminisce, I used to run a couple guys. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ننقل لكم البث والصورة من ملعب الأنفيل. كالعادة سأكون معكم من كابينة التعليق، ولقاء اليوم يأتي ضمن مرحلة المجموعات في بطولة الشامبيونز ليج. في مثل هذه الأجواء وفي هذه البطولة الكبرى نتوقع بأن يكون الأداء قويا على أرضية الملعب. مباراة مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة، وفي خبرة خاصة لتجاوز هذا الدور وتجميع أكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن استمرار الفريق في البطولة حتى الأدوار الإقصائية. أليسون بيكر في حراسة المرمى، فيرجيل فان دايك سيلعب بجواري لوفرين في الخط الخلفي، شاكيري سيبدأ مع محمد صلاح في مركزي الجناحين، وفي الأمام يتواجد فيرمينو. مباراة تقام في معقل الريدز، ليفربول هنا في ملعب الأنفيلد. ملعب بأجواء خاصة هنا في كل جولة في البريمير ليج. نستمع إلى غراء الجماهير الحاضرة. لن تسير وحدك يا ليفر، واحد من أكبر ملاعب إنجلترا وأعراقها بالتأكيد، ودائما ما تكون المباريات فيها لها طعم ومذاق مختلف. الآن نستعرض تشكيلة الفريق الضيف. واضح الاعتماد اليوم على خطة 4-5-1 التقليدية، واضح أنه يريد السيطرة على وسط الملعب. ليفربول يبدأ اللقاء. جيمس ميلنر، شاكيري، فيرجيل فان دايك. شوف استعادة الكرة. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. الكرة في مكان خطير، فرصة لإرساء كرة عرضية. تدخل في اللقطة الماضية غير مسؤول. روبرتو فيرمينيو مهاجم ممتاز حقيقة، سريع في انطلاقاته، رأسياته دائما مركزة، لاعب يعرف كيف يتحرك، كيف ياخذ أماكن سليمة، كيف يتواجد، كيف يشكل إضافة. ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. كيف راح يتصرف فيها؟ المساحة أمامه لإرسال كرة عرضية. محمد صلاح، فرصة لكرة مرتدة سريعة. المساحة أمامه في هذه اللحظات، لابد أن يتصرف. شوف التصدي، حارس المرمى يتألق، كرة كان ممكن تحرك الشباك. لقاء سهل بالنسبة لليفربول. أسلوب مميز في الضغط العالي على التمريرة الجميلة من فيرمينو. عرضية ممتازة في وسط المنطقة. رأسية مهدرة. الكرة مكنت بشكل سليم.
وصلت الكرة هنا في مكان خطير. كرة أخيرة للتقدم الآن. خلص حارس المرمى الله على الكرة، على التوقيت، على التدخل في اللحظة الماضية. كرة يفقدها بعد تدخل الخصم. فرصة الآن، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا رباه تصدي ممتاز. جوردن هندرسون، استمع إلى صوت جماهير ليفربول، لا تبحث عن تأخر فريقة بعد تكرار الفرص على المرمى. كرة مثالية وعرضية منتظرة. محمد صلاح، مستحيل حارس المرمى يتصدى لهذه الكرة. المدرب يحاول أن يشجع لاعبا، يرفع من معنوياته، يواصل أيضا حتى يأتي هدف التقدم. ركنية إلى داخل المنطقة، مستحيل هذه الكرة، أي تصدي مجنون لحارس المرمى. يبعدها إلى ضربة ركنية. بيلعب الكرة الوسطى 18، راحت للفريق الخصم، انتهت خطورتها. يستعيد الكرة بهذا التدخل. كرة بتتشتت من الدفاع. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. تقام مباراة اليوم ضمن مرحلة المجموعات من بطولة الشامبيونز ليج. ترقب كبير من جماهير الريدز ليفربول، واللي تتمنى بأن يقدم فريقها مباراة كبيرة وأن يظهر بصورة أوروبية تشرفهم بكل تأكيد. محمد صلاح، جوردان هندرسون، فينالدو، حتى الإمكانية هنا عرضية عند القائم الثاني، راحت بعيدة الرأسية، مرت بدون خطورة على المرمى، ما أرسلها بالشكل المناسب، افتقدت للدقة والتوجيه. المدرب يبحث ويتمنى أيضا بأن يستمر لاعبوه على نفس المنوال وعلى نفس الكيفية وعلى نفس الحماس حتى يتقدم الفريق في النتيجة. ليفربول يسيطر ويستحوذ بشكل أكبر على الكرة كما هو واضح، لكن الأداء بصورة عامة ليس الأفضل بالنسبة له، والنتيجة حتى الآن متعادلة. هذا الأمر لا يعجب الجماهير. الكل بيعدي فيها، بيمر، بيعدي، يجب بأن تستغل. كرة بتضيع، كانت قريبة أمام المرمى، فرصة الهدف الأول في هذا اللقاء، لم يكتب لها النجاح. التركيز مطلوب في مثل هذه الكرات. لوفرين، جوردان هندرسون، فينالدوم، شيردان شاكيري، إمكانية للعب كرة عرضية. محمد صلاح، أوهو، الهدف الأول في المباراة، هدف مستحق بعد عدة كرات، عدة محاولات، ضغط مستمر، المعاناة تنتهي، الفريق ينجح في التسجيل. هذه اللقطة توضح لك طريقة التنفيذ والدقة في التسديد. لقطة كانت صعبة على حارس المرمى. سعادة واضحة على المدرب بهذا الهدف وبهذا التقدم. بدون أي مفاجآت، ليفربول يسجل ويتقدم في النتيجة. الريدز كان في الموعد. عمل جيد في قطع الكرة. يفقد الكرة. استخلص الكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية. صراع قوي لافتكاك الكرة.
روبرتو فيرمينو بدون خطأ يحصل على الكرة في منطقته. يخترق ولدي المساحة، تألق كبير من حارس المرمى. تدخل ناجح على الكرة، بيخلص صاب، بيخلص الخطورة عن مناطق قريبة جدا. الكرة بتضيع من لاعبين في شوط أول رائع حقيقة، نجح الفريق في أخذ الأفضلية والتقدم في النتيجة. الآن يأتي دور المدرب، كيف يحافظ؟ نعود إلى ملعب المباراة وشوط المباراة الثاني في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. نتمنى بأن نشاهد 45 دقيقة مثيرة وحماسية من كلا الفريقين. كما بيعدي وبيمر بالكرة. أوهو، ماذا يفعل الآن؟ واحد على واحد أمام حارس المرمى، لكن الكرة بتروح. شوف اللقطة، ما حافظ فيها على هدوءه، سدد الكرة، استعجل فيها بشكل غريب. هذه راحت الفرصة، واحدة من أخطر المحاولات. جيمس ميلنر، شاكيري، روبرتو فيرمينو، فرصة لوضع الكرة في الشباك. عرضية ممتازة لكن مرت بدون أن تجد من يتابعها في الشباك. الفريق يخسر مشروع هجمة. تمريرة خاطئة تقطع بكل سهولة. موقف صعب مع هذه الضغوطات. كرة تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة. فينالدوم، خطورة مستمرة بعد حلوة الفكرة لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة. لعبة مقصية، كرة على الطاير لكن الكرة بعيدة عن المرمى. اللقطة الماضية لو كانت هدف كان ممكن تكون واحدة من أجمل اللقطات في هذه المباراة. شوف الإعادة، كان يتمنى أيضا هذه الكرة تريح أعصابه وتوسع الفارق وتقرب الفريق أكثر من الفوز في المباراة. بالنظر فيما قدم محمد صلاح في الشوط الأول، سجل هدف مهم جدا قبل النهاية وخطف التقدم في نهاية هذا الشوط. والآن فريقه راح يدخل في الاستراحة بمعنويات عالية جدا. روبرتو فيرمينو، أوفسايد في اللقطة الماضية. اللعبة كانت في وضعية تسجيل لكن اللاعب كان متسلل حقيقة في اللقطة الماضية. فرصة كادت بأن تؤثر على مجريات اللعب. عودة بالكرة إلى الحارس، كرة بترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب. يسترد الكرة في منطقته، يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. مساحات كبيرة في الجناح، عنده الفرصة والمساحة موجودة. الحارس يخرج بنجاح ويمسك بالكرة. تجاوز فيها المدافع، شوف الفاصل المهاري، يا سلام على المرور. ماذا سيفعل الآن؟ كرة خطيرة مع الضغط، فرصة خطيرة الآن. كم فرصة هدف في التعادل في اللقطة الماضية، انفراد بيضيع، شوف اللقطة، شوف اللعبة، فرصة ذهبية للعودة في المباراة. جيمس ميلنر، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. تشامبرلين، كرة مثالية وعرضية منتظرة. دفاع قوي جدا يبعد الخطورة عن منطقة فريقه. بتروح الكرة للخصم. شيردان شاكيري، تصويبه كانت سهلة وحارس المرمى يتصداه.
شاكيري. تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. هذه هي فرصة هدف. كان وحدة بمواجهة المرمى، يمكن ارتبك، شوف اللقطة الماضية ممكن ما ركز فيها في وضعية اتجاه المرمى، كان ممكن يستغل هذه الفرصة بشكل أفضل. تشامبرلين، شاكيري. روبرتو فيرمينو. إذا الحكم يحتسب تسلل، أعتقد أنه كان قرار شجاع لأن اللاعبين كانوا قريبين جدا وكانوا على خط واحد. كما نرى في الإعادة أنه تسلل سليم لا غبار عليه، قرار صائب من حكم الراية، برافو. تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. تمركز كان خاطئ من المهاجم وبالتالي حكم الراية أعلن عن وجود تسلل. والآن مع التغيير في تشكيلة الفريق، الآن هي محاولة تقدر تقول لضخ دماء جديدة في أرضية الملعب. نشاهد الاستفادة من دكة البدلاء، محاولة لإيجاد حل بورقة رابحة من جانب المدرب. 9 دقائق واطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء. الجمهور في الملعب يقوم بدوره وكرة بينية فيها خطورة الآن. جوردان هندرسون. أرضية في وسط منطقة الجزاء. ضربة ركنية مشاهدينا بعد أن ارتطمت الكرة وغيرت مسارها. ركنية بتلعب. الإثارة تتواصل حتى النهاية مع مباراة مثيرة بين الفريقين. ندخل الآن في الدقائق الأربع الأخيرة من هذا اللقاء. بمر فيها بعدي. تدخل في وقت رائع واعتراض الكرة. كانت فرصة هدف لو مرت. فابينيو يفقد الكرة. تدخل في توقيت مناسب. الله على استخلاص الكرة. روبرتو فيرمينو. الوقت بدل ضائع في تقدير حكم المباراة 3 دقائق. تمريرة سيئة والآن فقدان الكرة. فرصة في هذه اللحظات لحسم المباراة. الله على الكرة، كادت بأن تنهي اللقاء. التصدي من حارس المرمى يؤجل الحسم حتى صافرة النهاية. ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء. يطلق الحكم صافرة النهاية مشاهدينا، معلنا فوز ليفربول وخروجه بالنقاط الكاملة في مباراة اليوم. قدموا المطلوب اليوم وخرجوا بالفوز وهذا المهم. أكيد الجماهير سعيدة بفوز الفريق وتحقيق النقاط كاملة. كان واضح بأنهم الطرف الأفضل على مدار 90 دقيقة داخل الملعب واستحقوا أن يخرجوا بالفوز. تمريرة جميلة من فيرمينو. أرضية ممتازة في وسط المنطقة. رأسية مهدرة. الكرة مكنت بشكل سليم. كرة مثالية وعرضية منتظرة. محمد صلاح. مستحيل حارس المرمى يتصدى لهذه الكرة. عند الإمكانية هنا راحت بعيدة الرأسية، مرت بدون خطورة على المرمى، ما أرسلها بالشكل المناسب. افتقدت
يجب بأن تستغل. كرة بتضيع، كانت قريبة أمام المرمى، فرصة الهدف الأول في هذا اللقاء لم يكتب لها. شيردان شاكيري، إمكانية للعب كرة عرضية. محمد صلاح، أوهو، الهدف الأول في المباراة، هدف مستحق بعد أن بيعدي وبيمر بالكرة. أوهو، ماذا يفعل الآن؟ واحد على واحد أمام حارس المرمى، لكن الكرة بتروح. شوف اللقطة، ما حبط فيها. خطورة مستمرة بعد التشريع. حلوة الفكرة، لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة. لعبة مقصية، كرة على الطاير، لكن الكرة بعيدة عن المرمى. لقطة، هذه هي فرصة هدف. كان وحدة بمواجهة المرمى، يمكن ارتبك. شوف اللقطة الماضية، ممكن ضربة ركنية مشاهدينا بعد أن ارتطمت الكرة. وغير فرصة في هذه اللحظات لحسم المباراة. الله على الكرة، كادت بأن تنهي اللقاء. التصفيق.